لا هو الموضوع بسيط مع المارينج الجميل، والسيناريو ده اتكرر اكتر من الايام اللي احنا بنعيشها، بس انت كل مره متفاجئ، كل مره مزبهل، كل مره يا ولاد المجنونه يا ولاد المحظوظه وبتاع. بس احنا بينا وبين نفسنا احنا اتعودنا على السيناريو ده، احنا قاعدين زي البشوات وبنتفرج على المباراه وعارفين ان المباراه مش هتخلص على كده. نصيحه ليك يا عزيزي، لو ناوي تحفل او تشمت على المارينج الجميل لازم تستنى صفاره الحكم، لازم تتاكد ان الحكم سلم على لعيب لعيبه وخرج اخر واحد، لازم تتاكد ان الاستوديو التحليلي بدا وخرج بعد كده الالات، ساعتها طلع موبايلك واحفل زي ما انت عايز. النهارده انت هتكسب، احنا كمان هنكسب. الله، النهارده ليفا لديكم واحرز هدفين، ابو ابراهيم جابهم في هجمتين وجابهم دي عايد على هدفين عشان محدش يفهمنا غلط. النهارده الاجوان كلها كانت بلاس 18 بقياده كريم بنزيما. الله، النهارده هينفع تخاف وانت معاك كريم بنزيما؟ لا. هل ينفع تشعر ان انت ممكن تخسر؟ ابسولوتلي. هل ينفع تشعر ان انت محتاج مهاجم غيره؟ نو يا عزيز. النهارده كريم بنزيما برغم ان هو من اقل الناس اللي لمست كره النهارده في الملعب، والنهارده كان مختفي حبتين، وناس قعدت تقول لك بقى فين كريم بنزيما، فين يا عم كريم بنزيما، مش هو دوت بقى اللي لسه واخد احسن لاعب في اوروبا وبتاع، جاي منفوخ ولا ايه وبتاع. وتلاقي كريم بنزيما بيقول لك احنا بتوع الفم حاجه مش طبيعيه، احنا بتوع الهلا يا مدريدين. النهارده فريق اسبانيول كان فريق رخم حبتين، ولكن خلينا الاول نحدق بماتش ريال مدريد واسبانيول، ونحلي بمباراه برشلونه وبلد الوليد عشان نبقى واقعيين ان هي المباراه اللي كانت الامتع حبتين. يعني من بدايه المباراه واول ما الكاميرا جت على عينين توني كروس كده ولقيت عينيه كلها اكتئاب وكلها حزن وبتاع، يا عم انشيلوتي ابوس ايد امك ما تنزلش توني كروس غير لما يبقى نفسه يلعب كوره، غير لما يبقى حابب يلعب كوره، يعني سيبها تيجي منه هو، لو هو عايز يلعب كوره ينزل مفيش اي مشكله. ولكن لقينا خط النص مودريتش وتوني كروس وتشاوميني، انا اطمنت برضو بيني وبينك، يعني قلت موجود برضو مودريتش وهبالك، وهنشوف بقى الساحر بتاعنا مودريتش هيعمل ايه. فجاه اتفاجئ ان مودريتش القبض بتاعه ما نزلوش، قال لك طب وربنا ما انا لاعب. الراجل النهارده ما لمس الكوره غير 3-4 مرات وكان مختفي حبتين. مين اللي كان ظاهر؟ تشاوميني. تشاوميني بيقول لك بقى يرحل من يرحل، كاسميرو ولا مش كاسميرو، احنا برضو موجودين وبتاع. تلاقي تشاوميني النهارده بيعمل اسيست للفينيسيوس جونيور، اللمبه المضيئه بتاعتنا، اللي النهارده كان عامل مباراه كويسه خصوصا في الشوط الاول، ولكن في الشوط الثاني تقريبا كده كان بيعطل الهجمه، انطفى حبتين في الشوط الثاني. ولكن الشوط الاول اللاعب الوحيد اللي لعب في المارينج الجميل هو فينيسيوس جونيور، اما كريم بنزيما فكان معمول عليه بلوك غير عادي من الفريق اللي هو اسمه اسبانيول ده، كانوا عاملين بلوك عند الدفاع وهبالك، وكلهم كان في 2 أو 3 دايما تلاقيهم مع كريم بنزيما، الراجل اللي عارف يتحرك ولا عارف يتنيل ولا بتاع. ولكن تشاوميني بيعمل وهبالك اسيست ليه فينيسيوس جونيور عشان النتيجه تبقى 1-0. قلت حلو، شكلنا حلو. حصل التراجع بقى بعد النتيجه ما بقت 1-0، والراجل اللي معانا وهبالك اللي اسمه ميليتاو قال لك عايزين نعمل شويه اثاره برضه، ما ينفعش ان المباراه تمشي كده. يا ابني انا حاسس ان انت هتحس ان انت جاسوس او واحد دخيل على فريق ريال مدريد، حاسس كده ان انت موجود في المكان الغلط، لازم تعمل اسيست في كل مباراه او تعمل مصيبه او تعمل اي نيبه على دماغ وهبالك، ولكن لصالح الخصم مش لصالحنا. النهارده برضو ميليتاو واخد بالك ما كملش مع الواد، وروديجر واخد بالك بيتفرج من ورا المهاجم علشان النتيجه تبقى 1-1، برغم ان كورتوا صد الكره ولكن رجع تاني للمهاجم فرصه لان ميليتاو يمد رجليه يعمل تاكلينج يعمل اي نيله، ولكن ميليتاو رفض علشان النتيجه تخرج بالتعادل 1-1. برضو ما ننساش ان احنا عندنا الناحيه اليمين كانت ميته حبتين، فالفيردي ليه ماتشات وماتشات، النهارده الماتش ما كانش بتاع فالفيردي، فالفيردي كان بيرجع يدافع وعنده جولينتا واخد بالك ويحط صدره في صدر روديجر ومش عارف ايه وبتاع، انت مش مساك، انت المفروض ان انت وينج يمين. ولكن اختلف الوضع في الشوط الثاني اول ما الواد اللي اسمه رودريجو نزل، النهارده لما رودريجو نزل واخد بالك شعل المباراه، وكامافينجا وكامافينجا فكامافينجا لما خرج مودريتش واخد بالك ونزل كامافينجا، الناس اعترضت وقالت لا سيبوا لوكا مودريتش وسيبوا مش عارف ايه، ولكن كامافينجا النهارده كان نشيط تمام واخد بالك، المباراه تغيرت تماما في الشوط الثاني. ولكن بيني وبينك الناس كانت راضيه حبتين بالنتيجه، ان احنا تعثرنا خدنا نقطه امام اسبانيول، اسبانيول النهارده كان فريق عنيد حبتين وكان جات له فرصه واثنين وبتاع لولا كورتوا ان هو اتالق واخد بالك، لكن جه الوقت اللي كريم بنزيما بيحب ان هو يظهر فيه، في الدقيقة 87 تلاقي رودريجو واخد بالك بيرفع اوفر لكريم بنزيما عشان يحط الهدف الثاني، مباراة ما تخلصش على كده، حارس المرمى يضطرب تلاقي بنزيما احرز الهدف الثالث. ولكن ملخصا بتاع المباراة كامافينجا ما ينفعش ان هو يقعد بره، كان ممكن ان انت تبدا المباراة كانشيلوتي يعني بكامافينجا واخد بالك ومودريتش والواد اللي اسمه تشاوميني، عندك فالفيردي ممكن يلعب شوط وتنزل رودريجو واخد بالك، او لو مش رودريجو تنزل هازارد، خلاص ما هو الاكتئاب هيموته،
هازارد بقى قاعد في اوضه واخد بالك ضلمه وعمال يبص للسقف وبتاع وقرب يكلم نفسه في الشارع. الله، لقيت ان فالفيردي غير موفق تماما واخد بالك، تحاول ان انت تطلع فالفيردي وتنزل رودريجو او تنزل هازارد في الشوط الثاني من بدايته، من بدايته على طول لو انت عايز تاخد الثلاث نقاط وما توجعش قلبنا معاك. وشوف صرفة الميليتاو شغله في اي حاجه، ريحه شويه يا سيدي، بتلعب ميليتاو ليه؟ انا برضو مش فاهم. اما عن مباراه برشلونه وبلد الوليد فتحس كده ان انت بتتفرج على افلام بتاعه زمان اللي هي حب من طرف واحد. هو النهارده المباراه كانت عباره عن لعب من طرف واحد، برشلونه حصره فريق لبلد الوليد في خط دفاعه، في خط دفاع بلد الوليد. طبعا عايزين نتكلم شويه عن رافينيا. رافينيا النهارده مش مجرد واحد وينج يمين، وهبلك راجل ساحر، راجل عنده اوفرات بكيرفات كده غير طبيعيه، بيعمل اسيستات، باصات، قوه، مهاره، مراوغات. راجل النهارده هو يعتبر من احسن اللعيبه في المباراه. انا عارف ان ليفاندوسكي هو اللي خدها، ولكن انا من وجهه نظري رافينيا النهارده لعب مباراه العمر. النهارده رافينيا عمل كل حاجه، ولكن لما بتتفرج كده تلاقي تشافي عمال يلخبط اهلك شويه، تلاقي رافينيا وينج واخد بالك رايت، شويه تلاقيه وينج ليفت، شويه تلاقي عثمان ديمبلي شويه رايت شويه ليفت، شويه تلاقي ليفاندوسكي واخد بالك نازل شويه ناحيه اليمين، وعثمان ديمبلي في النص، عامل لهم حاله من لا مركزيه واخد بالك، والثلاثه متاقلمين مع بعض. ولكن لما جاب بقى عثمان ديمبلي في الشوط الاول بعد الاسيست اللي عمله واخد بالك رافينيا ليفاندوسكي، وقبلها برضه كان رافع اوفر ليفاندوسكي، ليفاندوسكي كسر العارضه، ولكن كان تحرك ذكي قوي في الهدف الاول واخد بالك اللي احرزه ليفاندوسكي، جه من ورا اللعيبه وبقى وش الوش لحارس المرمى واخد بالك، وحطها برجله بطريقه حلوه. ودي المؤشرات اللي الجمهور بتاع برشلونه كان بيقولها على صاروخ ماديرا واخد بالك، لما كان بيجيبها كان بيقول لك دي مؤشرات، ولكن دلوقتي لما جابها ليفاندوسكي قال لك لا، الراجل تمركز صح، والراجل مهاجم صح، والراجل مهاجم قاتل، والراجل مش عارف ايه وبتاع. ولكن فعلا تحسب ليه ليفاندوسكي التحرك السليم اللي اتحركه واخد بالك، والاسيست اللي عملوه رافينيا. ولكن بعد بقى ما تشافي نقل رافينيا ناحيه الشمال وجاب عثمان ديمبلي ناحيه اليمين، تحس ان في الشوط الاول اختفى تماما رافينيا، ما كانش موجود تماما. عثمان ديمبلي عمل اسيست واخد بالك لبدري عشان بدري بيجيب الهدف الثاني، ولكن في الشوط الثاني الاقي ان تشافي رجع تاني وان جايب رافينيا ناحيه اليمين وجايب عثمان ديمبلي واخد بالك ناحيه الشمال، وليفا زي ما هو على وضعه في منطقه الهجوم عشان ليفاندوسكي بيحرز الهدف الثالث. ولكن كان عاجبني قوي الاظهره بتاعه برشلونه النهارده. اي نعم ما كانش اختبار قوي بالنسبه لفريق بلد الوليد، فريق كان متواضع حبتين، ولكن ما حدش ينكر الشغل اللي عمله تشافي. النهارده لقينا بالدي واخد بالك والواد اللي اسمه كوندي انطلاقات صاروخيه واخد بالك، قوه ومهاره ورشاقه ومرونه وبتاع. واحب اقول بقى لجيرارد بيكيه واخد بالك وجوردي البا، شوفوا لكم اي كافيتيريا، يعني اي كافيتيريا جنب الملعب اللي هو اسمه سبوتيفاي كامب نو واخد بالك، افتح اي كافيتيريا او اي مكتبه زي سمير وعلي، تبقى مثلا بيكيه واخد بالك والبا، اعملوا اي حاجه، اعملوا اي شراكه. ولكن انا عجبني النهارده الاظهره دول، خصوصا الواد اللي اسمه بالدي، راجل عنده تقريبا 18 سنه واخد بالك ولا 19 سنه، وعنده جرأه كده وبيحاول ان هو يعمل اسيستات وبيحاول ان هو يشارك في منطقه الهجوم وبتاع. ناقص حاجه واحده بس، انك تريح شويه واخد بالك بوسكاتس، راجل سنه كبير، ما بنقولش ان هو وحش ولا اي حاجه، ولكن سنه كبير حبتين، تقريبا النهارده فقد الكوره كذا مره، بص كذا ميس باص غلط واخد بالك، وارتداته الدفاعي كان قليل حبتين، كان بيحاول يعمل فاول ولا يحاول يعمل حاجه، نزل بقى يا اما كيسي يا اما بيانيتش، يعني يبقى في مقارنه كده بينهم وبتاع. نصيحه اخيره طبعا بعد المباراه ديت واخد بالك، وانت داخل على دوري الابطال وداخل على الدوري الاسباني واخد بالك في المعمعه وداخل على كاس اسبانيا، اتمنى ان اشوف اوباميانج واخد بالك ما زال يبقى في برشلونه. نفسي اوباميانج ما يمشيش ببرشلونه، الراجل شال الفريق واخد بالك في الموسم اللي فات كان في وقت صعب قوي، الراجل تنازل عن الراتب الضخم اللي كان بياخده في الارسنال واخد بالك في اسبوع، بقى ياخده في برشلونه شهر واخد بالك، اللي كان بياخده في اسبوع بقى ياخده في شهر. اوباميانج واخد بالك ما عندوش مشكله انه يقعد احتياطي، اوباميانج ما عندوش مشكله ان هو يتباع، اوباميانج ما عملكش ازمه زي التلم ابن التلم اللي اسمه امتيتي، ومع ذلك ما زال برضه نفس الاصرار ان انت عايز تمشي اوباميانج واخد بالك علشان توسع مكان لغيره ومش عارف ايه وبتاع وكده. اما الصوره ديت اللي هي معروضه عند امام حضراتكم تقريبا كده تقريبا، وانا بتوقع ان لابورتا اتاخر حبتين واخد بالك في دفع الراتب بتاع ليفاندوسكي، ودي كانت النتيجه.